السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله مساكم بالخير والسعادة في البداية كالعادة. الله يحفظنا ويحفظكم من شر الأمراض والأوبئة. الله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية يا رب العالمين. مساكم الخميس والونيس، مساكم بحر. بشارككم بأشياء جميلة سريعة. أنا موجودة حاليا في بحر الأكرامية والبحر ثابر. حد يقول ثابر، حد يقول ثابر، لكن نحن أهل الأكرامية نقول ثابر البحر، ثابر أو ثابر. براويكم بعض الأشياء الجميلة اللي كانوا الأولين يجنوهم، خاصة ثمار البحر، وهم يقولون لهذا اللي راح أصورها لكم يني. يني طبعا هي مصطلح صحيح من جني ثمار البحر، وهذا تعتبر من ثمار البحر. بصور لكم الحين الدوتش والمغيموه، وكذلك عندكم اليني. اليني براويكم، هذا أنا موجودة في بحر الأكرامية والبحر تابر ما شاء الله. شوفوا وين واصل، عادة الماء يكون هناك واصل البحر. طبعا هذا الجسم موجود، ونقول بسم الله. طبعا هذا نحن اللي نسميه الدوتش، هذا الدوتش. ها شوفوا، خلهم يتعرفوا على ثمار البحر وكائنات البحرية. ما شاء الله، هذا من زمان ما قمنا نشوف النوع هذا. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللي هي محارة البحر نفسها. بسم الله، هذا الدوتش، هذا الدوتش هو نفس محار البحر. انت عارف المسميات تختلف من مكان لآخر. ما شاء الله البقعة هذا اليني، هذا بعد طبعا لونين يقولوا يني من جني ثمار البحر، لأن كانوا يجنوه، فالمصطلح صحيح اللي كانوا يستخدموه الأوليين. فهذا هذا اليني هذا المغيموه، لكن هذه خالية يكون فيها نفس الظفر. طبعا هذا مخمسة مسميات، هذا المغيموه. فيبوا عيالكم هدوهم في البحر، خلهم يستف نفس نظام المغيموم، اللي طبعا المغيموه تختلف مسمياته من منطقة لأخرى، من إمارة لأخرى، لدولة لأخرى. مثل إخواننا في رأس الخيمة يسموه زنابير، سلطنة عمان يسموه أم عوينة، وأماكن يسموه دلوع. يعني مسميات كثيرة. كانوا الأولين يأكلوا من الجوع، يأكلوا كل شيء، فيجنوا كل ثمار البحر من مختلف أنواعها. فهذا اليني خاصة هذا النوعية اللي يكون فيها نفس الظفر، هذه اللحمة يطبخوها ويطلعوا اللحمة ويأكلوها، يسووها ناشف. هذه طبعا هذه نوعية قلت لكم أن فيها نفس الظفر، والنوعية اللي بعدها هذه شوفوها، هذه بعد فيها يطلعوها. هذه النوعية بعد أهم شيء تكون النوعيات اللاصقة، اللي تكون لاصقة ما تكون لها، مش الدروي ما كانوا يأكلون الدروي، يكون شيء لأطراف نفس العقرب. ما شاء الله شوك الرماي، هذا البحر ثابر تبارك الرحمن، الجسد كله طالع. واللي يحب الإثارة بعد، الإثارة مكودة هنا. بعد احنا يوم صغار ليه ما كبرنا مقزرين حياتنا كلها في البحر، من الصبح ليه بالليل، يا الله بس المدرسة تحدنا عن البحر، ولا شغلتنا نرقطها المغيمة ونصيد هالنغارة ونجمع هالذكارة. فيعني كانت عيشة طيبة سبحان الله، مثل ما يقولوا ليت الزمان يعود يوما. ليت الزمان سبحان الله، كل زمان معطيات، الواحد يستمتع بكل المعطيات. وهذا خيار البحر، خيار البحر. الأجانب طبعا يأكلوا، هذا الآسيويين ما خلوا شيء ما أكلوا. ما شاء الله شوف الجسر، أنا بأسير هناك. شوف الطيور ما شاء الله، الطيور بعد قاعدة تبحث عن رزقها. فسبحان الله كل ما تتعمق أكثر كل ما تستكشف أكثر، وبنفس الوقت تتخلص من الشحنات السالبة اللي فيك، منها متعة وراحة نفسية سبحان الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. في نوعية ثالثة، هذه طبعا هذه نوعية قلت لكم ان فيها نفس الظفر، والنوعية اللي بعدها هذه شوفوها، هذه بعد فيها يطلعوها. هذه النوعية بعد، اهم شيء تكون النوعيات اللاصقة، اللي تكون لاصقة ما تكون لها، مش الدروي ما كانوا ياكلون الدروي، يكون شيء لأطراف نفس العقرب. ما شاء الله شوك الرماي،
هذا البحر كابر تبارك الرحمن، الجسر كله طالع، واللي يحب الإثارة بعد الإثارة مكودة هنا. بعد احنا يوم صغار ليه ما كبرنا مقزرين حياتنا كلها في البحر، من الصبح ليه بالليل، يا الله بس المدرسة تحدنا عن البحر، ولا شغلتنا نرقطها المغيمة ونصيد هالنغارة ونجمع هالذكارة، فيعني كانت عيشة طيبة سبحان الله. مثل ما يقولوا ليت الزمان يعود يوما، ليت الزمان سبحان الله، كل زمان معطيات، الواحد يستمتع بكل المعطيات. وهذا خيار البحر، خيار البحر، الأجانب طبعا ياكلوا هذا، الآسيويين ما خلوا شيء ما أكلوا. ما شاء الله شوف الجسر، أنا بأسير هناك، شوف الطيور ما شاء الله، الطيور بعد قاعدة تبحث عن رزقها ما شاء الله، محارة تبارك الرحمن، شوفها محارة العودة مستوية، ما بقصها بخليها حرام، خليها تعيش، كبري كبري وبنطلع منش اللؤلؤ إن شاء الله بعد ما تكبري. أوه. وعلى موضوع كورونا بعد، لا قمنا نسير البحر ولا قمنا نطلع، لا قمنا نغامر ولا قمنا نسوي شيء، فخلاص دخلنا الحين نحن في مرحلة التعايش، اللي طبعا لازم نحن نطبق على نفسنا إجراءات المحافظة على سلامتنا وصحتنا، خلاص شي نبدأ نعيش الحياة. بسم الله تبارك الرحمن، شايفين الجسر؟ طبعا هذا الحين ثابر البحر، والماء يكون ليه من هناك، يعني هذا عادة يكون تحت الماء. ما شاء الله، هنا اللي البسترات، هنا البسترات، هنا عيشتهم. بسم الله أدري، لفتت انتباهي هذا الدبة وأحس داخلها في ورق، ما رمت أطلعها، شوفها كأنها ورقة ومكتوبة، بسم الله شايفين، ما أدري ما رمت أطلعها، بس ما أدري أشوف في ورقة داخل، شايفين بسم الله، شايفين الورقة، ما أدري كيف أطلعها، بسم الله، لا يكون مسواي سوى ولا شيء لحد حرام. استغفر الله، في ناس ضعاف النفوس، لان اشوف ورقه داخله كيها، شايفين الورقه ها كي، بحاول اجيب شيء اطلعها. وهذا البحر في داخله كثير من الاسرار والخفايا اللي رب العالمين ستر فيها عباده، انه حطه في بطن هذا البحر سبحان الله، يعني في امور الله يعلم بها موجوده في هذا البحر، الله يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين، من شر ما خلق وبرأ، من شر ما خلق وبرأ، الله يحفظكم من شر ما خلق وبرأ في الأرض سبحان الله، يعني كل ما تي البحر تكتشف أشياء، أكان من الحياة البحرية، من البيئة البحرية، من بلاوي الناس، فسبحان الله هذا البحر اليومكم هذا يقول لكم ما اكتشفوا من البحر شيء، سبحان الله اللي اكتشفوه عبارة عن قطرة من بحر. عاد ودي اكمل الجولة وياكم، لكن خلاص غربت الشمس ونزل الليل علينا، والبحر قاعد يترس الحين، جزاه الله خير، شوفوا هذا الباكستاني قاعد يصلي، جزاه الله خير مسكين، الله يتقبل منهم اثنين انتم حليل، الله يتقبل منهم، مطبقين التباعد الجسدي جزاهم الله خير، الواحد يستانس يوم يشوف نفس هذه النفوس الطيبة اللي تذكر ربها وين ما صارت وين ما كانت. الله يديم علينا نعمة الإسلام يا رب العالمين، ويهدينا ويصلحنا ويهديكم ويصلحكم يا رب. فنزل علينا الليل وما نبى بعد نستخلف المكان، ما شاء الله منظر جميل والله، ما ودي اروح، لكن وش نقول، النفس تشتهي مثل ما قلت، النفس تشتهي، ولكن العقل هو مدبر الامور، هو الذي يسير ويقود الحياة، العقل دائما خلوه، العقل هو القائد،
لأنه الذي يحكم الأمور. نفسي خاطري أبقى أقعد على البحر، ولكن العقل يقول أن خلاص نزل الليل، غربت الشمس، كل شيء له وقت، الليل له ناسه والنهار له ناسه، وخلص توقيتنا نحن، بدأ توقيت قوم آخر. فالله يسعدنا ويسعدهم يا رب العالمين. وغير هذا أن الواحد يوم يقعد هنا سبحان الله يتأمل ويتفكر في خلقة رب العالمين، ويقول دائما سبحان الله، أبدع الخالق في خلقه، أبدع الخالق في كل شيء صوره، كل شيء صنعه، سبحان الله. فالواحد يقول سبحان الله والحمد لله على هذا النعم، والحمد لله على نعمة البصر أني أنا أبصر هذا الجمال اللي خلقه رب العالمين. فمساكم سعادة، مساكم هذه الأجواء الجميلة وهذا المنظر الأجمل.